تلمسان معروفة كمدينة فن وتاريخ ذو حضارة قديمة، وفي العصور الوسطى طوروا تلمسانية فن شعري محلي خاص وهو الحوفي. التحويفة تلمسانية قصيدة صغيرة بالدرجة كانوا يغنوها النساء، يحكيوا فيها على جمال الكون والحب اللطيف والزين. كانوا يسمعوا الحوفي في القعدات في الليل وحتى في النهار في الجناين، وين كانت دايما جعلولة متوفرة ما بين شجر اللوز والرمان وتركبها غير اللي تغني. هذا العالم النسائي الساحر كان غير جمال ورفاهية، يلبسوا فيها القفطان بالحرير واللؤلؤ تاع حلب واللويز تاع الذهب. وحتى ابن خلدون حكى على الحوفي في الكتابات ديالو. بالصح حتى واحد ما على بالو شكون اللي بدا التحويفة في تلمسان. الأسطورة تقول باللي في وقت قديم كان شاعر هامل اسمه روح الغريب، غلط غلطة وراح يطلم البعيد على بنات السلطان وهما يعوموا في شلال لوريت جنوب المدينة. السلطان سمع به وعاقبه عقوبة شديدة، ويقولوا باللي ملتم روح الغريب غنى أول تحويفة في ألم كبير. من هذاك النهار التلمسانيات ولاو يزوروا في كل ربيع شلال لوريت، يوجدوا العشاء طعام، يبخروا شوية ويلعبوا الجعلولة ويغنيوا الحوفي ذكر على هذا الشاعر. العشق في ديالنا، العشق ربانا، العشق في بيالنا حتى على أحلامنا، العشق في الدالية حتى رمت غصان، والعشق ما ينكروا لا أمير ولا سلطان. هذا التراث ابقى شفهي عدة قرون، ينقلوه بين الأجيال غير في المناسبات العائلية الخاصة. وأول فنانة خرجت من تلمسان وعرفت الحوفي الكامل الجزائريين هي الفنانة الراحلة الكبيرة الشيخة طيطمة في القرن الماضي. من بعد زادوا فنانين واحد أخرين دوموا التحويفة تلمسانية، كما الشيخ العربي بن صاري، عبد الكريم تالي، وسامي المغربي، اللي احتفظوا على هذا التراث التلمساني القديم اللي كان يزين القعدات في شلال لوريت والمدينة. ومن حكاية زمان حكينا اليوم على تلمسان، ومازلنا نضربوا طلة على تراثنا المزيان اللي مليان بأداء متميز يجينا من عند كل فنان.